مساء الفل. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامج تنس سبورت. النهارده هنتكلم عن رياضه الفريسبي ومشرفني الاستاذه دينا عسل. ازيك يا ابراهيم؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. خلينا نبدا. اصلا ناس كتيره بتلعب فريسبي بس ما حدش يعرف يعني الكلمه نفسها فريسبي ده يعني ايه، فخلينا نقول للناس الاول رياضه الفريسبي دي. رياضه الفريسبي انا زيك كده كنت من تقريبا سنتين ما عنديش اي فكره عنها غير ان هي حاجه فور فان كده على البيتش او مع الكلب او كده، لحد ما اتعرفت على ناس قدروا يعرفوها لي. عشان ابقى صريحه معظمهم اجانب لان الفكره دي في مصر لسه ما انتشرتش قوي. الرياضه دي عالميا بقى لها اكتر من 30 او 40 سنه، يعني اساسها كان في امريكا وبعد كده جت عن طريق الناس اللي هم نقلوها لنا من دول بره. الرولز بتاعتها بسيطه قوي زيها زي الرجبي او امريكان فوتبول، ان انت بتمسك الديسك ده في زي ان زون عندك او زي جون كده. بيكون اللعيبه سبعة ضد سبعة على ملعب كرة كامل، ويعني هي يعني لازم تتفرجوا عليها عشان تتخيلوا قد ايه الحركة فيها. هي الرياضة دي ميكس وفي منها رجال بس وستات بس وميكس. الميكس ده برضو في منه بطولات دولية وبطولات عالمية سواء رجالة بس او ستات. احنا اصلا فريق الرجالة عندنا شاركوا في بطولة العالم 2016 وده كان اول احتكاك دولي يعملوه معترف به يعني على مستوى العالم. واحنا دلوقتي بنحاول نزود عدد الفرق في مصر على المستوى اللي هو مستوى مصر يعني زي الدوري المصري، وان شاء الله بنسعى بقى ان احنا نطلع بره يعني اكتر. طب خلينا نقول بلغتنا الدارجه كده ان هو رياضه الطبق الطاير، عشان الطبق. ممكن لغايه دلوقتي ناس ما تكونش برضه فهمت قوي ان احنا بنتكلم على ايه. طيب احنا تقريبا معظم الناس او كل الناس لما بيروحوا الشاطئ وبتاع بيفضلوا يلعبوا بيها. طيب اوكي، هو معظم الوقت احنا فاكرين ان هي اتنين بيلعبوا بيها، فاحنا ممكن الفريق بس نعرف الناس هو الفريق بيبقى كام واحد ممكن يتلعب في رياضة الفريسبي؟ هو الفريق بيكون سبعة، بيكون بالاتفاق مع الفريق المضاد يعني ان هم بينزلوا كام بنت، ده لو في حالة بطولة ميكس. لو في حالة بطولة رجالة برضه هو الرقم هو والستات هو بس في الحالة بس بتاعة الميكس بيحددوا عايزين نشارك بنتين او ثلاثة، ممكن يبقى ست بنات مقابل واحد بس المهم يكون الفريق ميكس. وهما بيكونوا ليهم تقسيمات داخليه زي بالظبط زي الكوره، ان في او زي اي لعبه زي المعد وزي الهداف، يعني الموضوع ليه نفس الاسس. اللعبه الا بتبقى واقفه على سكور او وقت وده بتحدد على حسب كل بطوله يعني. الرولز عندنا من اجمل الحاجات اللي فيها ان ما فيهاش حكم. الحكم ده نوعا ما بيخلي الناس يعني ايه محدده بقوانين معينه، لا احنا المحدد لينا هو الروح الرياضيه. يعني ما ينفعش مثلا تخبط حد، لا انت اللي بتعترف بالفاول، انت اللي بتقول انا طلعت اوت يعني. فدي مضمونه طيب ديت عشان لو تبقى على الضمير شويه. انا والله كنت زيك لان انا كان لما كنت بلعب فولي كان فعلا عندنا الملي بيفرق والتاتش والحاجات دي، فكان وجود الحكم ده فارق معايا جدا. انا فوجئت ان على السكيل الكبير للملعب ده والناس بيعتمدوا على التحكيم الذاتي، يعني كل واحد بيقول لك انا فعلا عملت كده او لا انا اقرب واحد للمكان ده انا شايف انها ان او اوت. ففوجئت ان ده معلي روح يعني الروح الرياضيه جدا ومخلي ثقه عاليه قوي من بين اللعيبه، حتى لو انت البوينت دي مثلا هتكون فاصل للجيم كله. طب دينا انت كنتي فولي بول الشمس ومنتخب مصر، فانك تتحولي فجاه انك تبقي منتخب مصر وفولي بول ومش عارف ايه وبعد كده تروحي تختاري الفريسبي، اول حاجه اصلا ليه سبتي الفولي بول وبعد كده اشمعنى الفريسبي بالذات اللي انت ابتديتي تلعبي فيه؟ هو يعني كل اللعبة في حياتنا ليها سن. أنا لعبت الفولي لأكتر من 15 سنة بروفيشنال ولعبت في المنتخب لأكتر من 10 سنين، شاركت في بطولات عالم وبطولات أفريقيا وعرب. الفكرة إن أنت دايماً يعني بالذات لما يكون في منتخب أنت بتمثل دولة معينة بتبقى ملتزم بمقاييس معينة، يعني ما ينفعش أنا هفضل متمسكة بخبرتي وسني بس الفولي عايز حاجات تانية زي الجامب الأعلى اللياقة الأحسن. ففي وقت فعلاً لازم تبقى مدرك هل أنا وصلت المرحلة إن أنا هفضل ألعب على المستوى الدولي البروفيشنال ولا لأ. فانا فتره معينه جالي زي اصابه، ما كانتش اصابه يعني عظمة او كده، يعني عمليه، والعمليه دي طبعا الواحد بيرجع فيها على ما بيعمل ريكفري ما كانتش طبعا لياقتي زي ما هي، غير طبعا الاجيال اللي جايه اطوالهم ولياقتهم احسن بكتير. ففي وقت كده يعني بتقول خلاص انا قدمت رساله معينه بالذات دي لو يعني المنتخب وطني يعني وانا هكتفي لحد هنا.
بدأت بقى أواجه فكرة إن طب أنا لو عايزة ألعب اللعبة دي للفن يعني للمتعتي الشخصية، مش بقى خلاص أنا مش بقدم واجب وطني anymore زي ما بيقولوا يعني. ففوجئت إن أنا عايزة 12 لعيب وعايزة ملعب وعايزة شبكة وعايزة يعني التزامات كتيرة من الناس علشان بس أمارس اللعبة دي. ففي فترة انتقالية في حياتي قعدت أكتر من مثلا 3-4 سنين بحاول أجرب رياضات أقدر أمارسها لمجرد بس إني أحافظ على لياقتي البدنية، لان ده كان حاجه اسلوب حياه يعني. انا كنت مع المنتخب بتمرن تقريبا تمرينتين في اليوم لمده 6 ايام في الاسبوع، التمرينه ما بتقلش عن ساعتين، ده غير طبعا اللي هي الحاجات بقى الفتنس بقى كجيم وجري وكده. فجاه تقعد ده بيحصل دروب نفسيا وجسديا يعني. فجربت ان اروح جيم، جربت ان العب رياضات على الواقف زي ما بيقولوا زي بينج بونج مثلا، جربت سكواش، جربت. بس لما جربت الفريسبي لقيته انه كان اقرب حاجه للفولي، في حته ان فكره انك تمسك الديسك دي بتفكرني قوي بالديفنس في الفولي لما بيجي بيعملوا دايفات علشان يلحقوا الكوره قبل ما تلمس الارض، الجامب علشان تمسك الديسك برضو من بوينت عاليه كانه بالظبط نفس فكره الاتاك في الفولي مثلا. انا بقى كان اضاف عليا جزء جديد اللي هو الجري، انا كنت بلعب ملعب 9 في 9 يعني، كان اقصى حاجه يعني كانت عندي سرعه رد الفعل اهم بكتير قوي من سرعه السبرنت مثلا. ده اضاف كمان للعبه، فحسيت ان لا هي اللعبه دي فعلا مهمه جدا ان الواحد يحافظ على الفيتنس وسرعه رد فعل. فكره عاليه جدا يعني، فكره ان انت ترمي الديسك دي مع انك تفكر فيزيائيا الرياح زي ما بيقول لك الهواء هيأثر فيها ازاي، هل هي يعني السوينج بتاعها هيرجع تاني الملعب، اللعيب ده رايح مكان معين لازم الديسك يوصل للنقطه دي، فده كله بتمارسه وانت بتلعب. فيعني اقتنعت بيها جدا وعجبتني جدا، وانا مش هقدر اقول ان انا دخلت جامده قوي، بس فعلا باك جراوند الفولي اثر قوي ان انا قطعت شوط كبير قوي في ان انا فاهمه الفريسبي، وبعد كده دخلت بقى ايه بزود بقى ايه خبره ولياقه اكتر يعني. طب لو في حد بيتفرج علينا حبيب يلعب فريسبي، تفتكر الفريسبي لازم يبقى بسن معين؟ يعني زي معظم الرياضات لما كنت بسأل كان الناس بتقول لي لا لازم معلش يبتدي 12 سنه. أوه. لا اصل هو صعب عليك مش عارف ايه. انا بحس الفريسبي اي حد ممكن يلعبه في اي سن. انا برضو صدمت لما اول مره شاركت في التيم لقيت بنات وولاد، بعدين لقيت راجل مثلا اوفر 50، بعدين ولد عنده 14، فاللي هو هو انتوا يا جماعه يعني ما شاء الله كلكم بتلعبوا في نفس التيم ومتفاهمين وكده. ف لا فعلا اللعبه دي ملهاش سن اصلا، في بطولات مخصوصه اللي هم الاوفر 50 اللي هم يعني دي بتتلعب يعني. انا بتهيالي الصيف اللي فات لعبت في ايطاليا والصور يعني صدمتني ان انا اشوف حد عندنا يعني اول الخمسينات كده يقول لك بقى ايه حافظ على العظمه الكبيره. لا لا خالص، الناس دي بتلعب ودايف وكانوا فتنس عالي جدا. اي سن طبعا ينفع يلعب اي سن وبنات او اولاد عادي. طب خلينا نقول عشان انت لسه قايله البطوله بتاعت ايطاليا، هو احنا لينا اتحاد فريسبي في مصر ولا لسه ما اتعملش؟ دي قصه طويله. في ناس اعتقد يعني في مصر يقدروا يحكوا لك عنها اكتر. احنا بنحاول في الموضوع ده بقالنا سنين. القصة كلها ان هي معاملات ورقية زي ما بيقولوا او روتين حكومي، ان لازم يعترف بيك من 6 أندية في مصر مختلفين على مستوى المحافظات، وزارة الشباب والرياضة برضو ليها اجراءات كبيرة ولازم يكون ليك مقر. فكل ده متوقف دلوقتي، او احنا دلوقتي متوقف على جهود شخصية وجهود فردية يعني. سواء ان في جروب بيعمل اللي هو يوبا اللي هو بيحاول معتبرينها زي NGO organization يعني، فبيعتمد على انه يقيم البطولات على مستوى لحد دلوقتي اللوكل، بس لما نيجي نشارك دوليا احنا اعضاء في الاتحاد الدولي. هو في اصلا في اتحاد دولي او في بطولات عالم رسميه وكل حاجه، وعلى مستوى اوروبا وافريقيا يعني. احنا اصلا ما ينفعش يعترف بينا كناس ممثلين من دوله مصر غير لما نكون اعضاء في الاتحاد ده، وفي زي رسوم سنويه بندفعها عشان نجدد العضويه بتاعتنا. مين هيشارك دي حاجة تانية، بس هي الفكرة ان الاعتراف بالدولة دي في الاتحاد الدولي. احنا بقى ان يكون لنا اتحاد مصري دي اللي صعبة شوية يعني، احنا لسه ماشيين في الاجراءات، وممكن ان شاء الله في حلقات بعد كده في ناس بقى يعني ان شاء الله هم اكتر علم بالهيستوري ده هيكلموك عنه. انا طبعا انا كنت قعدت اكتر تقريبا سنتين في الاتحاد المصري للكرة الطائرة الشاطئية، وشفت قد ايه معاملات الورقيات والجهود اللي بيبذلوها علشان بس يطلعوا تصريح سفر او تصريح مثلا لعب بطوله في المكان ده او تصريح امني لكذا. فلا الموضوع فعلا في مصر مجهد،
فإنك تتكلم مع وزارة واتحادات بخصوص لعبة مش واخدة حقها قوي في مصر أو لسه مش الناس كلها أوير بيها يعني، دي عايزة مجهود رهيب يعني. بس احنا وقفناش على كده، احنا لحد دلوقتي يعني برضو في جروب اسمه FDI أو Flying Disc Invasion بيحاول برضو يعمل بطولات دولية وبيستضيف لعيبة، بس ده بشكل ودي لحد دلوقتي يعني. هو اللذيذ في اللعبة دي ان هي مفتوحة زيها زي السكواش والتنس يعني، انت لو عايز تدخل بطولة مفتوحة تدفع الفيز بتاعتها وتشارك، حتى لو جيت كفرد هم يعني بيجمعوا فريق علشان. فبالمجهودات بتاعت ايوبا و FDI بنحاول ان احنا نزود التوعية باللعبة دي، وان شاء الله احنا في البروسيس يعني ان احنا نخلي لها اتحاد مصري ان شاء الله. ان شاء الله. ولسه هي دخلت الاولمبيات اللعبه ولا لسه مش لا لسه للاسف، اخر تصريح طلع ان مش هيبقى معترف بيها في الاولمبيات اللي جايه، بس الموضوع برضو شغال يعني. يعني برضو الاتحادات الخارجيه بتتكلم في الاولمبيات انها تبقى لعبه معتمده في الاولمبيات. بالظبط كده، لان في لعب اولمبيه غريبه معترف بيها وبيجوا للعب دي، ما اعرفش هي طبعا هل هي اجراءات سياسيه او فكر معين انا مش عارفه، بس هو لحد دلوقتي لا لسه ما دخلتش كلعبه اولمبيه. طب خلينا مثلا لو ان انت تقدري تقولي حاجه لوزير الشباب او وزاره الشباب عشان يسند شويه موضوع ان يبقى فيه اتحاد ويبقى الموضوع يبقى جد شويه، ممكن تقولي لهم ايه؟ والله انا يعني نفسي يحضروا بطوله من البطولات اللي احنا بننظمها بمجهود شخصي عشان يعرفوا قد ايه التكلفه بسيطه. التنظيم هو اللي ممكن يكون متعب شويه، بس اللي انا بقول تكلفه بسيطه لان في لعب بتحتاج لعيب واحد يشغل ملعب كامل. احنا اللعبه ممكن الملعب الكوره ممكن يكون فيه اكتر من 40 لعيب. التكلفه الادوات حتى نفسها ديسك يعني بلاستيك ما قيمته لا تتعدى يعني، انا طبعا مش عارفه بتختلف على حسب الدوله المصنعه يعني، بس التكلفة تعتبر صفر مقارنة بأن لو أنت مثلا عايز اللعب المكلفة جدا كزي أدوات زي مثلا لاتسي الجمباز، بيبقى لعيب واحد محتاج مكان مخصوص، اللعيب السكواش مثلا محتاج ملعب إزاز كامل، فاللعبة تكلفتها بسيطة جدا. بتحتاجوا ملعب قد إيه طيب يا دين؟ يعني ملعب كرة يعني ملعب خماسي ولا 11؟ لا 11. أوكي. ملعب كرة 11. أوكي. إحنا في يعني بطولات بس دي نعتبر انها ودية بنعملها على ملعب خماسي بيبقى 4-4 او 5-5، بس دي اوقات بتبقى لاغراض ترويجية علشان بس نوري الناس، لان السكيل كبير قوي ان انت فجأة تبدأ ب 14 لعيب في ملعب 11 يعني. فاوقات يعني في بطولات منظمة على مدار السنة اللي هي السكيل الصغير ده، انما لو انا حابة يعني اقول لاي حد مسؤول رياضة يجي يشوف الموضوع قد ايه بسيط، تكلفته بسيطة قوي، وأنا اللي عجبني فيها أكتر سهولة الانضمام ليها يعني. أنا في العادي أو إحنا في الفترة دي من حياتنا في مصر أنا بسمع دايما لو مثلا حد عنده أطفال أو كده لازم يكون مشترك في جيم أو في نادي أو تبع مركز معين أو في مدرسة علشان يلعب رياضة بيحبها يعني. دي حاجة برضو بتصعب شوية على الأطفال والمراهقين بالذات إن هم يلعبوا. نيجي بعد كده بقى النقطة اللي بعدها، ده حتى بعد ما يعني بيشتركوا في الجيم أو في النادي ده أو كده بيضطروا إن هم يعملوا حاجة برايفت علشان يبقوا في الفريق الأساسي. فالمواضيع بدأت تدخل يعني بتبعد عن الغرض الأساسي اللي هو مش التربح، احنا عايزين يعني الأطفال والشباب يلعبوا رياضة أكتر منه فكرة التربح. حتى الكبار احنا لسه كنا بنقول فريسبي ممكن حد يعني حد كبير في سن 50 سنة انت لسه بتقوليه بيلعب فريسبي. فأكيد هيبقى يعني كل الناس ممكن تلعب فريسبي، في الشاطئ دايما الناس كلها بتلعب فريسبي فعلاً من غير ما يعرفوا ان دي رياضة حقيقية وليها قوانين وليها حاجات وليها قصة تانية خالص. طيب بمناسبة احنا لسه كنا بنتكلم عن البطولات الودية اللي انتوا بتعملوها، احنا لسه كنا موجودين معاكم في بطولة في اسكندرية، ممكن تقولي لي لمحه عنها؟ بعد كده ان شاء الله هنطلع نشوف فيديو يفرجنا كل الانترفيوهات اللي حصلت. حلو قوي. احنا دلوقتي زي ما قلت لك احنا كان عندنا فريق رجاله اوريدي موجود الحمد لله وشاركوا في بطوله العالم 2016، ودي كانت يعني بدايه كويسه جدا، وهم دلوقتي بيعدوا للاشتراك في بطوله العالم 2020. بطولات الميكس احنا عندنا كذا فريق يعني، احنا بالذات فرق الجامعات زي الاي سي دول من اكتر الناس او اعتبرهم من اكتر الفرق نشطه انها شاركت في بطولات عالميه زي وين ميل دي في هولندا، دي مشهوره جدا يعني. انا بشكل فردي شاركت في بطولات يعني، رحت مثلا الفلبين قلت لهم انا دلوقتي يا جماعه عايزه اشارك، كان بطوله اسمها مانيلا سبيرتس، مانيلا دي العاصمه بيعملوها بشكل سنوي بيشارك فيها لعيبه من كل العالم، انا طالعه كفرد عايز اشارك في البطوله دي بيضموني الفريق. انا الفريق بتاعي كان فيه حوالي مثلا 20 جنسيه مختلفه،
بالنسبه بقى للبطوله اللي انا عملتها، كان الغرض منها الاساسي ان دي اول خطوه تاخدها فرق بنات بس. احنا دايما كان البنات عندنا بيبقى الفريق فيه مثلا عدد كبير قوي الشباب ولاد يعني، وبنتين او ثلاثه. عمرنا ما وصلنا لمرحله ان احنا قدرنا نجمع عدد كافي لفرق البنات بس. احنا دلوقتي يعني انا نفسي انضمامي على الفريسبي بقاله تقريبا اكتر من سنتين، عمري ما شفت العدد ده الحمد لله وصلنا له، ان هو تقريبا عدينا ال 30. ده يعتبر رقم، انا طبعا في ناس تسمعه ان هو بسيط، بس انا معتبره رقم يعني انجاز مقارنه بان احنا كنا بادين هم بنات يتعدوا على الصوابع يعني. فاول ما عدينا العدد ده رحنا بدانا نعمل بطوله بقى زي ما بقول لك، اللي هي الترويجيه، اللي هي المسافات صغيره اللي هي تبقى على ملاعب صغيره وخمسه ضد خمسه، وعملناها في اسكندريه بمساعده كابتن هاشم في اسكندريه. بصراحه كان ليه دور كبير قوي، وان شاء الله يعني يكون معانا في الحلقه اللي جايه. عملناها على مدار يوم، وكان المراكز من الاول للرابع، حتى الجوائز كانت موحده، لان احنا مش غرض خالص نحدد مركز اول وتاني وتالت ورابع، لا احنا عايزين أكتر. كفايه انك شاركتي في احنا بنعتبره لونشنج او يعني انطلاقه للفريسبي النسائي في مصر يعني. فدي كانت فرقة معانا جدا وكسرت حاجز مهم قوي يعني في الفريسبي. طيب دينا انا هستاذنك هنروح نشوف التقرير اللي احنا صورناه في اسكندريه. احنا ممكن نسميها بطوله الفريسبي للبنات في مصر، اول بطوله. تعتبر اول هي فعلا اول بطوله، ويعني ان شاء الله مش تبقى الاخيره. لا لا ان شاء طيب الله. طيب نروح نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. لعبة Ultimate Frisbee من الجامعة. قبل الجامعة ما كنتش أعرفها يعني، تعرفت عليها في الجامعة، وكان في يوم يعني كل الرياضات بتعرف نفسها فيه في الجامعة، ففي ناس من فريق جم وقالوا لي مش عايزة تيجي تجربي، فأنا ما كنتش عارفة اللعبة عن إيه، فرحت وجربت وكانت جديدة عليا يعني، كنت فاكراها بس على البحر. بعدين اكتشفت إن هي لا، ده في 7 ضد 7 وليها رولز وملعب كبير، فشدتني بصراحة، حسيتها مختلفة وجربت وقعدت ثرو بالديسك كتير، وحسيتها ان انا يعني دي حاجة ممكن تعجبني، فكملت فيها ولحد دلوقتي فيها. وهي مختلفة عن اي رياضة بان هي ما فيهاش حكم، هي فيها حاجة اسمها spirit of the game، ودي بتعتمد على ان الناس اللي في الملعب تكون يعني بتقول الحق يعني، بتكون فير، لو فاول الفاول الناس لو المعترضين بيقولوا ان في فاول هيقعدوا يتكلموا مع بعض لحد ما يوصلوا حاجه. بقى لي 4 سنين بلعب فريسبي، عرفتها من صحابي في النادي، كنت بشوف ناس بتلعب عادي كده في النادي وعجبتني اللعبه، كنت بروح اتفرج في الاول، وبعدين بدات العب معاهم، حضرت بطولات كتير قوي معاهم في الميكست. كان في الاول كانت البنات يعني ما كناش بنلعب قوي، ما كانش دورنا قوي، كان بقيه الفرق ما فيهاش بنات كتير، كان يمكن اسكندريه وجامعه اي سي بس اللي فيها بنات شويه، بقيه الفرق لا ما كانش لسه في بنات. شويه شويه بدانا احنا نجيب صحابنا كبنات، الفرق الثانيه بدات تجيب لما لقيتنا احنا عندنا برضو بنجيب بنات وكده، فبدا يبقى في منافسه اكتر، الماتشات بقت احسن، بدانا نلعب الحاجات اللي هي الفريندلي اللي هو يبقى الفرق كلها ميكست، مش من فريق واحد، غير البطولات بقى اللي هي بتبقى كل فريق بتتعامل مثلا واحده اللي هي في الصيف، ساعات بنروح الجونه وبنجيب فرق تانية من بره زي لبنان والاردن وفلسطين والحاجات دي، وكانت حلوه جدا يعني ان نتعرف على فرق تانية من بره وطريقه لعب جديده، كانت حلوه قوي جديده. بس كان اهم حاجه يعني كان روح الفريق وروح اللعب، دايما بنشجع ناس جديده انها تخش، ودايما ما فيش فكره انك انت تتعصب في الملعب او حاجه كده خالص، دايما بنشجع بعض وكده، فدي حاجه كانت ساعدتني قوي يعني، وحاجه حمستني ان انا العب. بالنسبه لوصلت لايه، كان يعني انا شخصيا كنا غالبا اكتر حاجه ان احنا بننافس دلوقتي في بطولات بره مصر كمان، فروحنا قبل كده طلعنا يعني مع فريق الجامعه، طلعنا الاردن وطلعنا كينيا وطلعنا هولندا، ما عرفناش نحقق مركز قوي، بس كان لسه تجربه جديده، وعرفنا ان احنا على الاقل ننشر اللعبه ونعرف ناس بره مصر.
انه في فريق في مصر وفي لاعب في مصر كويس وعلى مستوى ان شاء الله يعني كويس وبيتحسن. احنا كفريق اي سي كسبنا، رحنا كينيا اسمها وينمل، دي بطولة عالمية من كل بلاد العالم. كنا بننافس بس ما كسبناش، ما طلعناش مركز كويس، بس عرفنا ننافس معاهم. يعني احنا بنتبسط جدا واحنا بنلعب، ف يعني اكيد احب ان الرياضه يدخلها ناس اكتر. يعني لو الرياضه ابتدت تدخل نوادي هتبقى فعلا يعني حاجه حلوه، ان ناس اصلا بقى اكتر هتخش عندهم يعني خلفيه رياضيه اعلى من دلوقتي. انا متشكر ان كنت معانا النهارده، وان شاء الله المره الجايه هتكوني موجوده معانا، وكل الناس اللي انت كنت محتاجه تكون موجوده النهارده. في ناس كتير جدا كانت ورا بطوله اسكندريه مع دينا، وان شاء الله هيكونوا معانا قريب جدا. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله، إن شاء وباذن الله قريب يعني هتيجي تقولي لي ان في اتحاد مصري في الفريسبي في مصر. يا رب ان شاء الله، وان شاء الله تتغطوا كل البطولات اللي جايه عشان الناس تاخد فكره اكتر عن الموضوع. ميرسي جدا يا ابراهيم، شكرا، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.